كلموني، وده شرف كبير طبعا لأي لعيب في مصر إن يجيله النادي الأهلي. أنا ساعة ما الناس كلمتني أنا كنت مرحب طبعا، وشرف لأي حد إن يلبس تيشيرت النادي الأهلي ويكون موجود داخل النادي الأهلي. لما قررت إن أنا أرجع هنا في فترة العلاج بتاعتي، يمكن النادي الأهلي عارف موقفي والناس كلموني، وأنا شرف طبعا كبير لأي لاعب في مصر إن يلبس تيشيرت النادي الأهلي، والحمد لله إن أنا موجود دلوقتي في النادي الأهلي. لسه جماهير النادي الأهلي؟ لا طبعا، مهما اتكلم على جمهور النادي الأهلي دايما بصراحة الناس مش سايبيننا من أول معسكر النمسا، يعني أنا من أول معسكر النمسا لحد آخر معسكر في الإمارات الناس بصراحة في ظهرنا، الناس دايما سبورت لينا، دعم لينا. لا خالص والله، ده شرف طبعا كبير ان انا اكون موجود في النادي الاهلي ولابس تيشيرت رقم 22 طبعا كابتن محمد ابو تريكه، ان الواحد مهما يتكلم طبعا كابتن محمد ابو تريكه مش هيعرف طبعا هيقول ايه ولا ايه. ده كان دافع ليا ان انا ان الرقم ده زي ما هم قالوا لي في الاول الرقم ده كان هيبقى تقيل عليك، فانا قلت لهم لا انا عايز الرقم ده خلاص، الرقم ده ان شاء الله باذن الله هرجع، يعني هرجعه تاني ان شاء الله. بالعكس هو مديني دافع طبعا، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اقدر اقدم مستوى طبعا يليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي. انا ممكن العب في اي مركز في الملعب، انا ما عنديش مشكله خالص. انا ما لعبتش في 4 مراكز بس، انا لعبت في ال10 مراكز اللي موجودين، انا كان ناقصه في جون بس، انا لعبت مساك قبل كده، لعبت باك رايت، لعبت باك ليفت، بس انا المكان اللي انا ارتحت فيه رقم 8. لا والله طبعا، انا يمكن معايا كابتن عمرو السوليه، معايا مروان، معايا ديانج، معايا قفشه، انا مش عايز انسى حد، وكوكا طبعا، يمكن كلنا انا بحب طريقه لعبهم كلهم، مفيش حد يعني بيبقى في ميزه مثلا ان انا مش عايز العب جنبه، لا خالص، انا اي حد بيبقى موجود انا ببقى مبسوط ان انا طبعا بلعب جنبه، ببقى مرتاح معاهم. لا بصراحه انا زي ما قلت لك انا يمكن برضو من الناس اللي دايما في ظهري ودايما بتدعمني مستر كولر طبعا، دايما على طول برضو يقول لي الصح من الغلط، دايما بيحاول يطلعني بره الانتقادات والحاجات اللي بتحصل، دايما يقول لي ركز بس في تمرينك وشغلك وماتشاتك ومالكش دعوه باي حاجه بره الملعب. لا يمكن انا قابلت الكابتن محمود الخطيب قابلته مرتين على ما اظن او 3. لا بصراحه دايما برضو بيديني حافز، دايما يقول لي ان انت مالكش علاقه بره خارج الملعب، ما تحاولش تعادي في حد، ما تحاولش، ركز في شغلك بس وركز في تمرينك وركز في ماتشاتك، ودايما على طول دعم لينا بصراحه للفرقه كلها. ايوه اكيد طبعا، قال لي طبعا قال لي الف مبروك طبعا الاول، وان انت جاي النادي الاهلي فدي حاجه كبيره، وعايزك تركز طبعا، قال لي عايزك تركز في الماتشات. لا الكابتن محمود الخطيب طبعا لما كلمني في اول مكالمه كان سبورت ليا، دايما كان دعم لينا مش ليا انا بس، للفرقه كلها دايما معانا، بس انا لما كلمني في اول مكالمه كان بيديني حافز، يقول لي ركز في تمارينك وركز في ماتشاتك بس، ومالكش دعوه باي انتقادات هتحصل.